يشرح البزار هي كلمة الله، الزارع هو الله، والأرض هي الناس. وإذا المشكلة ولا مرة كانت إلنا بالبزار، لأن في ناس تعتقد بأنه في مشكلة بالبزار وهم بغيروا كنيسة، وهم بغيروا شو بعرفني، بغيروا واعظ، المشكلة ولا مرة بالبزار، مشكلة فيك خي. واليوم سؤالي لألي ولألك لكل واحد بهذا المكان، المشكلة بعض الأحيان هي أنه أنت عندك أرض طيبة، أنت بتحب الرب وعم تستقبل كلمته، لكن عايش بين ناس كل الوقت عم يخنوا هالكلمة بحياتك، بالحقيقة ما عم بتساعد هالكلمة تقدر تطلع. عايش بين أجواء إن كان بالبيت أو بالشغل، بتقول لي طب شو بعمل بترك شغلي؟ بقول لك لا، بلش غير هذه الأجواء. إذا أنت بدك تصلي، وإذا أنت بدك عن جد ترنم، وإذا أنت بدك تعلن إيمانك، وفات واحد قاعد أنت بالبيت وبدك تصلي، وفات واحد كل الوقت بده ينمه، بده مش قرفانه ومش عايش بشي وقاعد عم بيلبط وبيحكي على الكل، لا شو بيعمل فيك؟ للأسف يا أحبة نحن ما عم ندرك بأنه أنت اللي فيك أقوى من هذه الأجواء، لكن للأسف عم تخلي هذه الأجواء تقتل البزار الجيدة اللي هي بأرض جيدة. اسمعني، هلا بتقلي بس ما نحن مش الأكثرية. ايه بفهم بالبلد مش الأكثرية، بس ببيتك انت الأكثرية، بشغلك انت بتغير هذا الأجواء، أخله بأجواء المحيط تبعك. تقول بهذا البيت ما في كذب، بهذا البيت ما في قلق، بهذا البيت ما في خوف، بهذا البيت ما في عدم إيمان، بهذا البيت ما في زعل، بهذا البيت في محبة الله وفي فرح وفي سلام وفي صوت ترنم وخلاص. هللويا. وفي ازدهار وفي مجد، وكل ما نفعله في هذا البيت ينجح. هللويا. لأن الله معنا. وكيف هذه الأجواء بتتغير؟ هي لما أنا وياك بنبلش نستعمل الترس تبعنا، ترس الإيمان. دهن الترس بالزيت هي علامة أنك مستعد للقتال. ورابعا بيقول لك اليوم تعرف من جديد، إيمانك محتاج أنك تخلطه بهذه المسحة من أجل أنك توقف وترد كل سهام إبليس اللي عم تخلق أجواء في حياتك تقتل بزار الإيمان. الترس لما بتوحده مع خيك، بتحط ترسك مع ترس خيك، قادر أن تقتحم جيوش. هاللويا. لما منوحد نجي مع بعض منصلي سوا ومنرفع إيماننا سوا، قادرين أن نغير العالم. هيك بتكون عم ترفع ترس الإيمان، مش شو شايف لكن شو لازم تشوف. هذا هو الإيمان، مش شو شايف لكن شو الرب بيقول. ولما بتتفق معه، لما بتحط إيمانك مع الله، اسمعني، قادر بأنه يصير العالم بيشبه هكذا قال الله، لأنك أنت عم بتجيب كلمة الله لظروفك تتغيرها. كم واحد ظروفه سيئة وبده اياها تتغير؟ ارفع ايديك وبلش احكي هلا لهذه الظروف. ما تحكي، اسمعني، ما تحكي للرب عن الجبل، لكن احكي للجبل عن الرب.